السلام عليكم أحبتي. في درس من دروس عن بعد في مكون الاقتداء، عنوان درسنا اليوم بإذن الله قدح الرسول صلى الله عليه وسلم الرعي. الهدف من هذا الدرس التعرف المهن التي تعاطاها الرسول صلى الله عليه وسلم في صغره وشبابه، استخلص قيمة العمل من هديه صلى الله عليه وسلم وسلوكه. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد صورة البلد، الآية 4. والمقصود هنا في كبد معناها الشقاء والتعب. سأقرأ عليكم وضعية الانطلاق، انصتوا جيدا. معاذ: أبي، ماذا كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله رسولا؟ الأب: لقد اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم برعي الغنم ثم بالتجارة. معاذ: وهل الأنبياء يشتغلون بالرعي؟ الأب: نعم يا بني، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى غنما. قيل: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا. سأطرح عليكم سؤال: بما اشتغل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في صغره؟ نعم، اشتغل في رعي الغنم. ولد الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفيل، توفيت أمه وعمره 6 سنوات، تكفل به جده عبد المطلب، توفي جده وعمره 8 سنوات، تكفل به عمه أبي طالب، واشتغل الرسول صلى الله عليه وسلم برعي الغنم. أقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأجتهد في دراستي لأعمل في شبابي وأطلب الرزق الحلال. يجب علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ونجتهد في دراستنا ونعمل ونطلب الرزق الحلال. الملخص: يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن خير مال الإنسان ما اكتسبه بكره وعرق جبينه، بمعنى أن خير مال الإنسان ما اكتسبه بكده وعرق جبينه، بمعنى بشقاء وتعب. المرجو منكم أن تكتبوا هذا الملخص في دفتر التربية الإسلامية وحفظ الملخص، ودمتم في رعاية الله، ونلتقي في الحصة المقبلة إن شاء الله.